مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، بمناسبة اليوم العالمي للقطنيات، فحلقات هذا الأسبوع خصصناها للقطنيات، وحلقة اليوم غنتكلموا فيها على أهمية القطنيات بالمغرب، تاريخ ديالها والمعيقات والآفاق، بحيث كيلعب قطاع القطنيات الغذائية في المغرب أدوار هامة على عدة مستويات. وعلى الصعيد الزراعي البيئي، فالقطنية أثرت مزيان في نظام الإنتاج وعلى الخصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة، بحيث ما كتطلب أي استعمال أزوتي، وكتساهم طبيعة الحال في إمداد التربة بالنيتروجين، كما أنها كتساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي للتربة، وكتقلل من الضغط الصحي النباتي، وهي مصدر هام للبروتين لكل من الإنسان والماشية، ومصدر مهم لتوظيف ما يقارب من 8 مليون يوم عمل. وتاريخيا كان المغرب حتى أواخر السبعينات ثاني أكبر مصدر للقطنيات في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، 1.2 مليون قنطار. ومع سنوات الجفاف اللي دازت منها البلاد في أواخر السبعينات، وتفاقم بعض الآفات وخصوصا منها ظهور الهالوك اللي تعرف عند الفلاحة بنبو أو التود، توقفت الصادرات وبدأت المنافسة من بلدان أخرى، خاصة من تركيا، أستراليا، المكسيك، كندا إلى آخره، بحيث فقد المغرب الزبناء ديالو وانتقلت الحصة ديالو في السوق عام 1992 من مركز مصدر المستورد للقطنيات نفسها. وعلى الرغم من فوائدها العديدة، فالقطنيات ما كتحتل حاليا سوى مكان متواضع على الصعيد الوطني. فمن ناحية ما كتمثل المساحة المخصصة للقطنيات غير 6% من المساحة الوطنية الصالحة للزراعة، ومن ناحية أخرى كيواجه المغرب بشكل متزايد الاعتماد على واردات القطنيات. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فما يقرب من نصف المساحة ديال القطنية كيتم زرعها في ضيعات صغيرة، مع كل ما كيترتب عليه من ضعف إمكانيات التكثيف والتحديث، ويمكن نفسره فقدان السرعة في تطوير قطاع القطنيات بأساليب الإنتاج اللي بقات تقليدية، ونقص حاد ديال البذور المختارة زيادة على الزريعة المحلية اللي باقا كتستعمل بزاف، مع أنها منخفضة في الإنتاجية وحساسة للأمراض وما قابلاش الحصاد بالآلة. فهاد العوامل كلها ساهمت في استقرار واحد الإنتاج منخفض، وبالتالي ارتفاع التكاليف وانخفاض ربحية القطنيات. وفيما كيتعلق بالصناعة الغذائية ديال القطنيات، فهي باقية للأسف مرحلة ضعيفة مقابل انخفاض ديال تحويل المنتوج والغياب ديال التمييز بين المشتقات، واللي كيعملوا في هذا الميدان قلال، وكتقتصر الأنشطة ديالهم على عملية تنظيف والفرز والتعبئة. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، ومن ناحية الطلب، بينات بعض الدراسات على أن الاستهلاك السنوي من البقوليات الجافة داز من 5.60 كيلوغرام في عام 2001 إلى 7.34 كيلوغرام للشخص في عام 2014، بزيادة قدرها 31% تقريبا. وفي عام 2014 تحددت مستويات استهلاك العدس والفاصوليا على التوالي ب 3.3 و 1.6 كيلوغرام للشخص وفي السنة، والمغاربة كيستهلكوا معدل 1.1 كيلوغرام في السنة من الفول وكمية مماثلة من الحمص. ونبهت الدراسات باللي كيتعرض قطاع القطنيات العوامل يمكن تنقص من المساحات ديالو، وكتشكل مخاطر المناخية والمنافسة على الواردات زيادة على ضعف تحويل المنتوج، كلها تهديدات لهذا القطاع. وكيبان باللي الدعم ديال المنتجين والرفع من القدرات ديالهم باش يستافدوا من القيمة المضافة اللي كتعلق بالرفع من الإنتاجية وبحسن استغلال وتحويل المنتوج ضروري باش تزدهر القطنيات مرة أخرى. وفي الأخير، أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فالقطنيات دخلت في النظام الغذائي ديال المغاربة، والطلب غادي وكيتزاد. زيادة على هذا النظام عنده أهمية كبيرة داخل نظم الإنتاج، والحمد لله أن المعرفة المحلية ديال الفلاحة والتقنيات الخاصة بالمسار التقني تطورات كتير، ونظرا للتطور الكبير اللي بدات كتعرفوا زراعات القطنيات لا فيما كيخص عوامل الإنتاج ولا فيما كيخص تحويل واستغلال المنتوج، فمازال قدامنا بزاف ما يدار في القطنيات، ولازم تنظموا مزيان ونشمروا على دراعنا ونخدموا بزاف باش نرفعوا من الإنتاجية ونشاركوا في تحويل المنتوج ديالنا، وبهذا يمكن نرفعوا من القيمة المضافة ونحسنوا المنتوج ديالنا. وفريق المثمر كيعمل في هذا السياق عبر مجموعة متكاملة من الموجهين والمهندسات والمهندسين والخبراء، وعبر مجموعة من المنصات التطبيقية مع وعند الفلاح والتكوينات والإرشادات عن قرب، رهن إشارة الفلاح باش نزيدوا القدام، والله المعين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.